هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من قال هذا؟ رفض مجلس الشورى تقديم دعم، لا كانوا طالبين افتتاح مراكز جديده، طالبين زياده 20% في العمل الميداني. ما اعتقد انها صحيح. سمو الامير مستحيل، مستحيل ان مجلس الشورى ما يدعم الهيئه. احد اعضاء مجلس الشورى الهيئه مدعومه من كل الجهات. سمو الامير فيما يتعلق هذا الكلام تكمل. احد اعضاء مجلس الشورى، احد اعضاء ليس احد اعضاء ليس المجلس، الفرد ليس المجلس. تعليق سموكم يعني على لا تعليقي خطا اذا كان هذا لا اتفق معه. الهيئه مرفق هام يجب ان يدعم كل النواحي، واحب اقول انه فيه استهداف للاسف، وحتى من الاعلاميين يتلقطون السلبيات البسيطه وينفخون فيها حتى تكبر حتى يسيئوا للهيئه. هل لا يعلمون هؤلاء ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه ركن من اركان الاسلام؟ الله عز وجل يقول: والذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فاذا كنا مسلمين يجب ان نعرف هذا، واذا كنا معنا مسلمين فليس هذا وطن غير المسلمين. سمو الامير.